السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي جميلة تشانيل. اليوم غنشارك معكم طريقة تحضير لبيتزا كالزون ولا بيتزا كالزوني. كما كتبان لكم في الشاشة صراحة كتجي رائعة وبنينة بنينة بزاف. بالنسبة لطريقة التحضير، عجينة البيتزا غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، واحد المعلقة صغيرة ديال السكر، 10 غرام تقريبا ديال الخميرة والأعشاب المناسبة، زدت أنا شوية ديال الكمون، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملح، وغنحتاجو لجوج المعالق صغار ديال زيت البلدية، وتقريبا 150 مليلتر ديال ما دافي. كنخلطو جميع العناصر وكنعجنوهم حتى كنحصلو على واحد العجينة اللي كتكون طرية. الأساسي في هاد الوصفة هو الكمون، الزعتر، الخميرة وزيت الزيتون. أبخي كل واحد يقدر يزيد يعني المنسمات اللي باغي، بحال بودرة ديال التومة ولا ديال البصلة. من بعد ما كنخلطوا هاد العناصر كاملين كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي طريه كما كتبان لكم في الصوره، يعني كتكون خفيفه ماشي شي عجينه اللي قاسحه. وكنزيد عليها من الفوق شويه ديال الزيت البلديه، كنخلطها مع العجينه وكنغطيها، كنخليها حتى كتخمر تقريبا واحد 30 حتى 40 دقيقه. الحشوة ديال هاد البيتزا غنحتاجو لصلصة الطماطم اللي كنكون حضرتها من قبل، غنحتاجو الفخوماج موتزاريلا، لي شامبينيون، الفطر اللي كنكون من قبل دوزتو في المقلة مع شوية زيت البلدية، ملح وإبزار، وغنحتاجو الطون وشوية ديال القشدة الطرية، يعني واحد المعلقة إلا ما كانت يقدر ديرو كريمة الطبخ. كتخمل العجينة ديالنا كناخدوها كنقسموها على جوج، يعني انا هاد المقدار اللي درت غيعطيني جوج ديال لي بيتزا كالزوني. نتوما يقدروا تضعفوا المقادير على حسب عدد الاشخاص. بعد ما كنقسموا العجين ديالنا غنحاولوا نبسطوها على شكل دائري. بعد ما كنسرحوا العجينه ديالنا كنديروها على ورق المطبخ باش كيسهل علينا نتعاملوا معها، يعني ملي كنديروا الحشوه دغيا كنحطوها في الفران ما كتلصقش. ندوزو دابا للحشو ديال البيتزا ديالنا. غنبداو بصلصه الطماطم، لاصوص طوماط، كنديروها في النص ديال العجين. بالنسبه للحشو يقدر ديروا الحشوه اللي بغيتوا، يقدر تزيدوا الفلفل، يقدر تزيدوا الزيتون، يعني كل واحد واش كيبغي. يعني لاباز ديال هاد البيتزا يعني ضروري خص يكون فيها لاصوص طوماط والفرماج موتزاريلا والبيض. البيض نسيتو ما ذكرتوش في المقادير، دونك فوالا انا درت لاصوص طوماط، درت الفرماج، زدت انا شامبينيون والطون، كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال كريمه الطبخ الا كانت، الا ما كانش ماشي مشكل، وواحد البيضه في الوسط كما كيبين الفيديو. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا، كنشكلوها على بحال شوسون كبير، وكنحاولوا نسدوا الاطراف مزيان بالفرشات. الفوق كندهنوها بلاصوص طوماط وكندير عليها شويه ديال الاعشاب المناسبه. بنفس الطريقة غنخدمو العجينة اللي بقات،
كندخلوهم للفران اللي كنكونوا ديجا مسخنينو على درجه حراره 250، كيكون مشتعل من الاعلى والاسفل لمده ديال 20 دقيقه حتى كيتحمر مزيان كيما كيبين الفيديو. صراحه كيجيو هائلين، وكنتمنى الوصفه تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوها. هنايا قطعتها باش نوريكم كيفاش كتجي من الوصف، كتجي صراحه عامره وبنينه. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه.